صباح الخير البنات، كيداير لاباس عليكم؟ كلشي مزيان اموركم هانيه صحيحه لاباس ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واموركم كلها مزيانه. خليت الدراري تما كيلعبوا. اول حاجه خصني نديرها خصني نحيد الخاميه لانني اليوم غنخرج غير غنضرب واحد الشفيفه خفيفه باش ما نعقش. محدي عندي كنحس شويه الجهد، غنضرب واحد الشفيفه خفيفه مع شحال من حاجه طاحت الصباح في الارض. صافا الدراري تيلعبوا عجبهم انتم، واخا البرد هانتم شوفوا واخا البرد مبغاوش يدخلوا، قلت اللهم نخليهم يلعبوا خليهم ملاهيين تما كاين السم ديال البرد، ولكن في جميع الاحوال المهم خليهم لي خليهم ملاهيين تما يدخلوا يديروا لي الطياره. صافي البنات قلت لكم غنبدل الخوامي، غنخرج اليوم حيت داك المره مشيت لواحد البلاصه ما فيهاش ما لقيتش داكشي كاع اللي بغيت، هي طامعه فيها غيكون فيها داكشي زوين ساعه ما لقيتش. والكراسه كنا دايرين سته البنات، حيد جوج دخلتهم البيت خزير لانه ديرون جاوني مع كنديرهم غير ملي كيجيو الضياف. وهاد الطبله هادي تنقول لكم من بعد علاش كنا خديناها، كنا خديناها كبيره كنا ناويين انه نبدلو من بعد، ماشي داك الساعه انا شوني فاش كنت انا ماشي انا اللي خديتها، كان هو خداها يعني ما كنتش شفتها ولا كنت عارفه غير ياخذها غير ايوا. هاد البنات هاد الايامات ولات كنبقى قلت لكم ما كيجينيش النعاس، كنبقى نتقلب قلت اللهم نوض، كنوض شويه بكري ونوض نقضي شغالاتي باش ما نضيعش نهاري، انه ما نعساش ما نعساش اللهم نوض نتحرك تقدر داك التعب بكري ينعسني بالليل. هذا هو اللي كاين بحال هذا النهار هذا دابا تعبت راسي بالليل، حسيت براسي فاتيكي بزاف ونعست، يعني هذا هو اللي كاين يعني فاتيكي بزاف بزاف بزاف. المهم حبيباتي هنا اول حاجه بغيت قبل ما نخرج كنت نخمل الدنيا وداكشي كما سمعتوني، بغيت نبدل الخاميات باش نغير شويه الجو وشوفوا الوليدات حماقوا على الزليقه. غير بغيت نقول لكم انه راه دايرين لك واحد اشبه لكم بحال فاش ركبتها كانت تململ، راه دايرين لها واحد جوج حديدات تيرسقوا كيتغرسوا في التراب، فاش كتغرسيهم في التراب كيتبتوا مع الارض. وعباش كانوا واحد جوج جيسات اللي قلت لكم مشدودين هذوك هما اللي هما كانوا مساعدين في الحركه ديال الزعلو ديال الزليقه، فزيرتهم مزيان لقيت واحد الفيسات اخرين زدتهم قيلا تودرو ليا الاخرين. ايوا صافي قلت لكم ما بغيتش نغرس في الارض هذوك الحديدات حيت جا الجب ما خرجهم، خصني غير نقاد الزليقه بلاصه رسميه عا باش غادي ندير داك الحديدات، ولكن دابا شاده مزيان الدراري تتلعبوا بخير. هذا هو اللي كاين البنات دابا راه صعيب تجفي وهما غاديين جايين، شوفوا شنو ولا اش كدير ها نتوما غدوز من هنا غدور ليا من لتحت شوفوا كي سلتات، لانه كنبغي انا ديما نجفف بالليل. شوفوا ها نتوما كي دارت شوف جفات كاع الارض، الليل هو احسن حاجه تيكونوا الدراري ناعسين. دابا اضطريت كما قلت لكم باش نرجع نلقى الدنيا هي هذيك. البنات خصني المره الجايه نجيب معايا واحد الزينه ديال زيوفات حياتي، العشي كينفعوني بزاف منين كتشدني الشقيقه وداك الشيء، هذوك هما الحل ديالي تنديرهم والله الا تنحس براسي باخر. راه طرفت الكراسه وعاودت بواحد الجفيفه اخرى لانه مع داك الجران ديال الكراسه وداك الشيء داكشي كله دار هكا، لانه داك كيضرب داك الغربي قلت باش نشوف الدنيا، راه البيبان محلولين ديال الكوزينه ديال الجرده اللورانيه. ايوا صافي قلت هنايا رقدت الماعن مع اول هبطه هبطت الكوزينه رقدت الماعن. صافي غنحيد عليا هاد الماعن هادو راه ديجا مرقدين كانوا مرقدين في الصابون، وغادا نطرف الكوزينه مزيان باش الواحد تيجي تلقى راسو غيبدا داك التعلاق خويميات وداك الشيء تقيس طاش تلقى راسو الدنيا مطرفه. البنات اللي تيسولوني على الفانيد واش عاود جا، عطينا عافاك النمره ديال خوك احمد، انا غنخليها لكم في اول تعليق. البنات اللي باغي الفانيد ديال الضعف اللي كنت نستعمله شخصيا اللي بارطاجيته معكم فاش الايامات كنت نتريني وهذا، وكيبغي ضروري لونطريمون باش طيحي الشحمه ضروري، راه كتضعفي ابتداء من 15 يوم باش طيحي الشحمه. راه كاينين عيالات كما قلت لكم 20 يوم 15 يوم طيحوا 6 كيلو، كاين اللي طيحات 10، كاين اللي طيحات 12 كيلو، كاين اللي طيحات 20 كيلو في الشهر، تبارك الله يعني فعال 100%. راه غنخلي لكم اول تعليق النمره ديال خويا احمد. ايوا صافي هذا هو اللي كاين. كما شفتوا اخر مره قلت لكم ما كرهتش نبدل الزليج، ولكن ما لقيتش داكشي اللي بغيت ودرت مناقص. البنات جمعت الكوزينه شو صافي درت هذا رقدتها مع كانت الحوت كتبغي ترقع ضروري. صافي هنايا المعنات جمعتهم قلت باش نجي ماشي الله طايفه مع هادشي نجمعو قبل ما نمشي. هنا حيات الشخاميه هنا راه ديجا عندنا الريدوات هادو راه تيطلعو ينزلو الريدوات، وهنا راه كاين الريدو ديال الشرجم هذا غنبدل ليه لخوامي غير الانسان باش يخجل شويه على راسو صافي ما تبقى جالسه راه بنفس الشيء حتى هو كيزيد عطاك واحد الضغط نفسي. خاصني نتو معايا عشان كاين واحد السم ديال البرد ما نقولش لكم واحد البرد
شوفوا المحيحه خاطر اش دارت ليا باقي قلبها عامر. معايا البنات هذا كاين واحد الجو عجيب، يلاه كانت الشميشه شوف كيفاش تقلبات الشمس ولات الشتا، سبحانك يا الهي دغيا الجو تقلب. المهم حنا ما مفكينش حيت بالاخص هذه البلاد هذه اللي انا فيها الا زعما جيتي دي على الجو وتقولي خصني يكون الشميشه وداكشي، لا لا ديما واخا الصيف يقدر طيح لك الشتا، كتكوني جالسه بحال هكا حتى كطيح لك الشتا ما كتعرفها منين خرجات. كوني غاده كتكوني غاده بحال هكا بخير حتى كتبدا طيح لك الشتا، راه الصيف دار الصيف راه الصيف تكوني غاده بخير حتى كتلقاي الشتا كتبدا طيح. المهم البنات انا دابا غنمشي، المهم اصلا البلاصه اللي غدا لها مول مغطي يعني ما كاينش فين غادي تخرجي البرد والشتا، حيت انا الحاجه اللي تنخاف هو على الدراري ما تنبغيهمش يضربوا من البرد، وما على سبب دغيا كيمرضوا ليا وما بغيتش ولا يوم نجلس في الدار. نقول لكم الصراحه ما نجلس في الدار تستريس الانسان ولا بقيت في الدار وليت كنبغي النعس، يعني كنبغي بحال تقولوا ننسى بالنعاس، فما كاينلاش اللهم نتحرك منها سميتو. وهاد السيمانه ما مشيتش لاصال لانه لاصال خصك تكون عندك مورال زوين باش تمشي تريني، واخا كنقول لكم الرياضه زوينه كتحيد الاعصاب بحال نقولوا صافي ترخيت بزاف تهاونت مابقاش عندي داك الانرجي ديال الرياضه وديال الحماس وديال هادي. هاد السيمانه ما مشيتش الرياضه فقلت من الاحسن، هو الكونترا راه سالات عام كملت لهم العام، ولكن عمر داود ما يعاود العام خايب بزاف يعني صافي كتلصقي معاهم بزمنك خاصك تكملي العام شي تبداي الله يجعلك تبداي غير شهر تريني وتقول لهم بغيت نلغي يقول لك لا سيني شي على راسك خاصك تكملي العام في الخلاص، ولا غيبتي شي شهور تقول لهم ما حضرتش لا يقول لك خاصك نحسبوا لك 12 شهر تكوني مكمله، واخا يكون داز العام وكمل خاص 12 شهر عندك تكون لاصقه كامله مخلصه. ايوا هذا هو اللي كاين حبيباتي. المهم انتم معايا غنوريكم كاين شي حاجه جديد، وهذا وداك 12 سبحان الله ما مكتبش اليوم يتخاد، اليوم غدا اليوم غدا غادي نشوف لهم شي حل. جيت لويلكم باش نشوف شي لعيبات داكشي ديال الكوزينه، اش عيت ما نقلب على خوامي ما لقيتهمش وجهي ما عرفتش ما صبح لي محاج وشوفهم تحت العين كدير. قلت لكم مشيت باش نشوف خوامي ما لقيتهمش والو كاينش، دابا غنشوف هنايا على الله. عرفتوا البنات تقطيت ومشى للدار نوريكم شنو خديت، وعرفتي واحد الراحه النفسيه ملي كتمشى يا اختي كيتفجج عليك الخاطر. يلا طلع اغوش يونسيد يونسيد كاملة واتش واتش صاري خارج ديال عودي فين ما خرجت تشري لي لعبه. يلا طلع طلع يا ماما شو نمشيو دابا اري جو باك فروم ان بلان يا عفشي الدنيا بوم بعباد الله واخا البرد كلشي خارج كيدور واو عفشي عيس عيس سبحان الله العظيم الانسان لاحظتها ملي تيكون المورال ديالك مشغول تتكوني عيانه اكثر ملي تتكوني مرتاح لك المورال ديالك وتحركتي، وحق الله العظيم عجيب المورال ملي تيعيا اخطر من الجسد ملي كيعيا. حاجه غنركبها باش نكمل لكم، كنت بغيت ناخذ جوج خوامي هنايا وخاميات جوج خوامي هنايا وجوج خوامي هنا، شويه نقول غناخذ خاميه هنا وحده ولهنا جوج، شويه نقول علاش غناخذ خاميه هنا وكذا كيريدو يعني ديك خاميه غير ديكور غتغمق لي البلاصه، نقول من الاحسن ناخذ جوج خاميات الى عقلتو كان عندي واحد خاميات فاش كانوا الفوتويات بحال هادو تماما هما نيت. تفكرت انهم شفت واحد بزاف الموديلات وقالوا لي هادو قلت هادو احسن يلا خلينا نشوف، ولكن الفرق ما بين هذوك اللي كان عندي وهادو هادو طوالين الاخرين اللي كانوا عندي قصارين فهادو احسن. ها انتم على الله تكون طويله كما انا كنت خايف صافي البنات خديتها خفيفه وقري باش ما تغمقش ليا على الكوزي اش كدير ارين باش ما تغمقش ليا على سميتو. كيما انا نركبهم كما قلت لكم الواحد غير كيبدل يعني كيبدل تيرتاح نفسيا. صح هنا البنات ركبت الخاميات صراحه جا زوينين الكري مع الكري جا زوين، انا قبل كنت درت الصفر حيت الصفر كيجي مع الكري، ولكن خصوصا ملي درنا الثلاجه بالكحل وداك الشيء صافي ولاو كثروا اللوان فما كاينلاش. وان شاء الله كما قلت لكم ضروري خاصني نديفوله خاصني نخرج من هذا الجو هذا اللي انا فيه مكهرب
باش نقدر نرتاح ونقدر نساير اموري، لانني بحال تقولوا تبلوكيت. في الاخر الفيديو ان شاء الله غتعرفوني فين غادي نمشي باذن الله. واش تقولوا لي خاميه كي جات هذه شبيكه زوينه شي دابا طلعت داك الريدو ديال الباب غيعطي داك الشعاع ديال الشمس ولا ديال الصباح وداك الشيء كتجي فن مع الشبكه ما غتبان حتى تكون بحال هكا الشميشه. جيت هذه طافيه على هذا الشكل هذا الطابية علاش طويلة صافي غنديرو من جهة أخرى طويلة كاع ما توقعت. وهنا البنات حيدت هاد الخامية الصفراء دارت ليا الضيم والقهر طلع ليا فرازي هادشي صافي حيدتو خليت غير هكا ما غادا ندير حتى شي حاجة نخليها هكا. البنات شوفو هادي خديتها بالغلط شحال خديتها طويلة انا كنت باغا ناخذها غير قصيره ساعه خديتها طويله مع الدراري زرب زرب ما ركزش مزيان ما شفتش الطول ديالها شحال فيها من المترو. لوك ذا كات نايس يا نايس شوف البنات كيفاش جات على مزيانه غزاله. احسن حاجه هي الخاميه في الكري جات معصوفتي مع الحيط وداك الشيء. شغل هاد السيد هذا رجعتي باتري اذا بوت باتري باك نو بروكي My brain is still here. اش كنتي راري؟ تلعب معاك تنجلس نلعب معاك تانا نفول معاك. Why do we talk in secret? كيفاش شنو خديت؟ هنا خديت هذو ديال المسيح باش ننظف بهم خديت جوج وحده باش تكون طاحت ليا خديت جوج من هذا بقيت غير وحده. هنا البنات هادي صافي هنا خديت هذا ديزانفيكتون هذا هنا خديت هذا الرشاشه هادي باش ندير فيها لي ماسك ديال الشعر وهذا حيت ديما تنقول خاصني ناخذ رشاشه. هنا خديت هذا البلاد كريم ديال اليدين لانه اليدين تينشفوا بزاف مع الجو مع التماره والشقه وهذا. هاد لامارك ديما البنات شوفوا هاد الماركه هادي هاد الماركه هادي طيروا بها زوينه غيبان لكم هاد اللوغو بالليموني وفيه ديما هذا كوكونات اويل فورميلا هذا طيروا به لا بالنسبه للعائلات الحامله الكروشهم لا ديال اليدين لا ديال الرجلين فني لا كريم ديال هاد لاماركه هادي زوينين بزاف بزاف. هذا ديال اليدين شو هاند كريم. صافي انا خديت للدراري هادو ديال الشريب ديال العصير عشان بغي ندير لهم عصير ما عرفتش تفافاو ليهم يديهم تيكبوه ليا في الفراش وهذا فاحسن حاجه هما هادو. هادو ديما الواحد يبدلهم واخا تغسليهم هنا تيشدوا الميكروب هنا في هاد لابارتي هادي ديال لاباي وداك هاد ما بين لاباي وهاد البلاصه هادي هادي كتشد الميكروب ضروري الوحده خاصها مره تبدلها. وهنايا البنات خديت هادي عصاره هكا تنبغي نعصر الحامض ولا شي حاجه. صافي انا خديت هاد المذكره هادي عجبتني متيوله وصغيوره وفيها الستيلو ديالها لاصق فيها لاستيك زويونه. وهنا البنات خديت هاد الخاميه هادي ديال الحمام غنطلع نركبها ونوريكم كي جات انه الخاميه ديال الحمام راكم عارفين كتخزز الا خليتيها مده طويله في الحمام ضروري خصها مره تبدل. خديت هادي ديال الزرافات وصافي هنايا السقاطه وداكشي ديال الدراري هنا الحليب هنايا الشيبس هادي دغيا ديجا بالو بها هنايا داك الكونفليكس هنايا النوتيلا هنا هاد البالميه هادو شناخذهم تيعجبوني فيهم هاد لي كونتينر هادو كنستعملهم وفي نفس الوقت البالميه راكم عارفين بنينه طعم الزبده هادو يا سلام. خديت منها جوج هادو راه في باوند شوب موجودين هاد البالميه كاينين في بلايص اخرين ولكن بالميه ديال باوند شوب هي احسن بالميه زوينه. فهنا دانو للدراري هنا خديت كرواسه هنا خديت هادي الكراميل هذيك تاع البنيده هنا خديت هاد الكراميل هذا هنا كوكيز هنايا كوكيز وهنايا هذا برانس اللي عقلتو عليه البنات هنايا مات برانس يا سلام نتوما خديت منو جوج. هنا قلت نوريكم الريدو كيفاش داير شفتو حبيباتي جا زويون لانه كيبقى يتكبل الماء خصوصا من التحت كانت عندي وحده طويله كتشد الماء وداكشي وكتبقى فازقه ما كتنشفش. حبيباتي عشت طرفت بواحد الدوشه ما نقولش لكم فعلا تاركه معيش عرفتي اليوم ضربت تماره ما بارطاجيتش معكم كلشي حتى حمايه مغربيه يا سلام ترجع ليا المورال. بعد مرات كديري شي دوشه خفيفه وبعد مرات كديري ديك الدوشه ديال الهريد انا اليوم درت ديال الهريد هانتوما دوشه فعلا شاركه كلشي على الشده ديال الشعر. المهم حبيباتي المورال غيبان لكم احسن
يعني غنبان لكم حتى في وجهي بان مبشور. علاش؟ شوفوا منين تكوني ما لاقيش لراسك الحل تضيق بك نفسك وتتلفي على القبله. اون فوا تلقاي لراسك واحد الحل غير في جيوه، منين تخرجي راسك وتشمي الهواء تتنفس بك الدنيا. ف قلت لكم البنات الحل اللي ان شاء الله لقيته كما قلت لكم في الفيديو اللي فات هو انني ان شاء الله غدا نسافر. اتقولوا لي فين غتسافري؟ نقدر كما قلت لكم نخليو داك الكاب، نخلي داك الكاب وفي نفس الوقت نلقى راسي مرتاحه، نقدر ندوز رمضان ديالي وانا اليز، لانني ما بحال تقولوا تستوكيت ما بقيتش قادره تبلوكيت. ما عمرني نقدر نقول لكم ما عمرني ما وصلت لهذا النيفو هذا اللي وصلت ليه هذه المره، كنحس براسي الدماغ ديالي تبلوكا. فهذا هو الحل ديالي السفر. البنات اللي تيقولوا لي اسي عندك تخلي الدراري، وهذا غير باش نشرح لكم حاجه. بعض المرات تيخوني التعبير ولا تنقول معصبه تنتلف شي حاجه تتزكل، تتقدروا مثلا ما توصلش لكم فكره مفهومه وتنقول انا السبب اكيد لانني ما تفهمونيش، لانني انا وصلتها فكره ما جمله ما كاملاش، لانني تنكون مزروبه في الهضره باغا غنكمل لكم الهضره فما توصلش الفكره كما ينبغي. بالنسبه للبنات بعدا نوريكم هنايا درت اللويزه بالحليب باللويزه. البنات قالوا لي اسيا علاش كديري اللويزه تتكثريها؟ وشكرا بزاف على هذه المعلومه، انا تنكثرها صراحه. قالوا لي بنات راه ما مزياناش لك، راه واعره لك كطلع لك الطونسيون. تلفت انا على القبله، واش كطلع ولا كتهبط الطونسيون؟ والله الا هذه اللي تلفش فيها، واش كطلع ولا كتهبط الطونسيون؟ تقول لي هذه لانني دخت ما بقيتش عارفه واش كطلع ولا كتهبط. فقلت لكم البنات انا بالنسبه للوليدات راه اول حاجه في لحظه غضب مستحيل انني نسمح في ولادي. راكم عارفين راه المشه كتكون مع شنو واكله العصا وتتهز ولادها وتديو معها فين ما مشات. هذه واحد اولادي فين ما مشيت تديو معايا، كونوا على يقين انني ما تقدرش نخلي ولادي. هو دليل وبرهان هو انني نهار اللي مشيت خرجت من الدار المره لا ولا لندن ديت معايا ولدي ارين، راه ما خليتوش ديتو معايا، ماشي كتهديد ولكن ديتو معايا. يعني ولدي ضروري، الام مره ديما الولاد هم الام مع الولاد والولاد مع الام، هذه من الاولويات. ثانيا بالنسبه الى كنت غادا لشي بلاصه مثلا وتعذر عليا ممكن غير نخلي الدراري لاسباب اللي غنكون مضطره، هذاك راه هو تيبقى باهم، ولكن باش زعما نعاقب كلشي بالدراري لا، هذه مستحيل. الا الدراري مستحيل ندخلهم عندي في مشاكلي، كنقول انا راسي وهذا غلط. تيديروا بزاف العيالات نهار مثلا تتفارق مع الراجل ولا تتخاصم معاه ولا تنوض الهيلاله تتمشي تدخل ولادها في الموضوع، لا هذيك راه تعقديهم نفسانيا. انا مستحيل الدراري، بالعكس ارين تيسولني قبيله تيقول لي بابا زوين ياك، كنقول لي بابا زوين، وانا راه الداخل كيغلي كنقول بابا زوين، انا راه الداخل كيتشكال ليا ملي كنقول داك زوين. ولكن ولدي شنو ذنبه؟ خصني نخليه عايش في سلام وهناء. بابا زوين بابا زوين، ونجي من الداخل اللي كتكايل وكنقولي بابا زوين. كتلقاي مثلا وحده بابا خايب باك خايب بابا خايب، كتقولي باك خايب مشرار هادي، لا راه الدري اللي تتعقد راه توحي فين نجي في الاخر فاش غيكبر. هذا هو اللي كاين. وبالنسبه لارين داك المره قلت لكم الدراري منين بغى يمشي يجيب ولادو والدراري ما قلت ليه لا ما غديهمش غيمشيو معايا، علاش البنات؟ بغيت نخليه يجلس مع راسو ويبقى هو منو الولاد الاخرين يحس بداك الفرق ديال انه كيفاش كان جالس مجموع وملموم وهذه، كيخلق ليا في المشاكل ومخلينيش مرتاحه. وفي نفس الوقت بغيت ولادي ينسوني، حاجه راه ما عندي حد في الدنيا، عندي غير ولادي. راه انا ما نخرج راسي وانا معصبه فين غنخرج؟ انا زعما يكون معايا ولادي كنتلاها معاهم تنشري ليهم تنفرحهم تنفرح حتى انايا. هذا هو اللي كاين. اما لا علاقه الدراري وحده قالت لي حشومه تعاقبيه بالدراري، لا هذه مستحيل نديرها، ما نعاقبه هو بالدراري وما غنعاقب الدراري بواهم، هادي ما يمكنش وما عنديش في القاموس ديالي نهائيا. وما تنخاف من حتى شي حد، زعما الراجل غيخلعني باش غيقول لي لا خصك ديري هكا ولا لا، تمشي بالايمان ديالي وبالاخلاق ديالي وبراسي شنو تيقول لي. والترابي ديال الدراري ما بغاوش يطلعوا عوجين فقط، هذا هو اللي كندير، داكشي اللي كيقول لي الطانطو ديالي. وكما قلت لكم البنات انا ان شاء الله فاش غنسافر انا راه بامكاني من دابا الشيء، لو كان بامكاني يعني لو كنت انا كنفكر على راسي دابا غنمشي نسافر، غنهز باليسي وغنزيد ساهله عندي، غنهز غفارين وغنمشي. ولكن انا ما بغيتش نسافر، علاش؟ كنتسنى في العطله ديال ارين باش غنقدر نسافر، لانه كبتها لي غياب ديال بصح، عرفتي شناهي؟ كبات ديال الغياب ديال بصح لدرجه جانا انذار اخر مره، لانه في تركيا العطله شركناها لي مع ايامات، واخا تنخلصوا غرامه الاب تيخلص غرامه والام تتخلص غرامه، يعني بجوجنا تنخلصوا غرامه لانه كوبل جوج كيخلصوا غرامه كنخلصوها بجوجنا، راه كتوصل حتى ل 2000 درهم للواحد وعلى حسب الايام،
يعني ديما تنخلصوا. راه يلا خلصنا اخر مره فاش جينا من تركيا، انا خلصت 2000 درهم وهو خلص 2000 درهم مغربي، يعني 180 باوند الواحد. وبالنسبه قلت لكم البنات المره اللي فاتت كل مره تنغيبوا لي تنخلصوا غرامه، وعاد باش زيدوا عليها البنات انني ما بغيتش الدري نضيع عليه قرايته. كاين البنات كنتسنى في العطله لانني ما بغيتش نضيع الدري في قرايته، هذا هو السبب علاش ما جالس انا. وكل ما كانش القرايه ديالي اقسم بالله الا في هذه اللحظه غنسافر غنهز باليتي وغنمشي، لانه اختكم راه عالم بها غير الله، عشرة قلبي غيطرطق قلبي غيطرطق، عشرة واصله لواحد النيفو البنات اقسم لكم يمينا ما باغاش نبكي، وفي نفس الوقت ما باغاش نبين الضعف ديالي لانني ما باغاش نضعف. الضعف لله سبحانه وتعالى، كيقول لك ما كاينش شي واحد تاش قدري ضعافي قدامه الا الله بالدعاء وبداك الشيء باش ييسر لك امورك. اما انايا البنات راه قلت لكم واصله بيا الجدر العظم، باغا نزيد باغا نحيد من طرف الدار ولا تجيب لي كحله في عينيا. انت شنو هي كحله؟ كحله 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 ما حاملها ما قابلها. علاش كتشوفوني كنرون هنا وندير هادي ونعلق هادي ونأتت هادي؟ باغا غنفوج على راسي. اما راه انايا راه تشوفوا عينيا شو كيديرين زرقين، وجهي مبدل، راه نتوما عارفيني. واخا نبغي نقول لكم انا مزيانه نتوما تقولي لا اسينتي ما مزياناش، راه باينه فيك واصله لك العظم. هذا هو اللي كاين البنات. ان شاء الله غنمشي للمغرب، غنمشي للمغرب لعده اسباب، منها اول سبب رئيسي هو يرتاح، ثانيا غنبارطاجي معكم بزاف الحوايج وما نقدرش ندوي تنوصل، حيت راكم عارفين انا ما كنبغيش كنقول الحاجه كندم لاش قلتها، تنوصل هكا تنوصل. نقدر نقول لكم غير بعض الحاجات ان شاء الله منين نوصل للوقيته ديال حتى الفيديو الجايين، وانا غادي غير عذروني، انا هادي راه بقى نقول لكم ديما عذروني وحسوا بيا انني ما نقدرش اي حاجه نقولها توصل للوقيته ديالها، حتى باش نتوما ما تفهمونيش غلط، حيت انا تنحترمكم بزاف ومبغيش انكم تاخذوا عليا شي نظره ولا ولادي كتخبي علينا ولا هادي، راكم شتو كلشي على عينيكم. المهم حبيباتي هذا ما كاين، ان شاء الله نتمنوا خير والله ييسر لنا وليكم اجمعين، الله يفرحنا واياكم يا ربي، وفيما غنتفكر ندعي معاكم. وهذا ما كان حبيباتي، وقولوا لي شنو رايكم في هذا القرار اللي خديتو، لانه لقيت هذا هو القرار. انا عارفه رمضان، شوفوا رمضان انا ما تيعجبنيش نمشي شي بلاصه، علاش؟ لانه رمضان ديال الدار تجمعي طبله وحده وهادي، ولكن البنات راه وصلت عند حدي ما نقدرش والله ما نقدر، ما نقدر نصوم، ما نقدر نقابل ولادي، ما نقدر وكاينه عطله، يعني غنحس بواحد الضيم اكبر، ماشي ما نقدرش نلقى راسي ملاهيه مع مدرسه هادي، خصك تنعسي في هذه الوقيته. غنحس البروغرام ديالي خاوي، وانا نويا عندي معاه مشكل، فغنحس براسي عندي واحد الضيق. اللهم نبعد نخليه هو يترتاح مع راسو، انا نرتاح باش يرجع ليا المورال. هذا هو اللي كاين البنات. المهم بلاش ما نطولش عليكم بزاف، كثرت عليكم الهضره والله الا سمحوا لي، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. وما تنساوش البنات، البنات اللي كيسولوني على الانستغرام ديالي ها هو، ندخلوا مرحبا بكم، دخلوا عندي راه تنبارطاجي شحال من حاجه بعض المرات. بيزو ليكم كاملين، سلام عليكم.